قدم فريق اتحاد طنجة مدربه الجديد الذي سيقود سفينة البوغاز في الدوري الاحترافي المغربي، وذلك في عقد لم تحدد مدته أو قيمته المالية، ليخلف بن شيخة المدرب أمين بن هاشم الذي قاد الفريق الطنجي للصعود لقسم الأضواء بعد 8 سنوات في القسم الثاني. اليوم تم اتفاقية عقد مع السي عبد الحق بن شيخة اللي غادي يكون مدرب ديال فريق اتحاد طنجة إن شاء الله في الموسم المقبل. وكتعرفوا هذا المدرب عنده واحد السمعه طيبه فيما يخص التدريب، سبق له درب فريق ديال جديده والرجاء وحرز بطوله كاس العرش مع فريق ديال جديده، وان شاء الله نطلب الله نحقق معاه شي لقب في هذه المدينه اللي تستاهل. المدينه عندها جماهير كبير، عندها سكينه كلها كتحب الفريق ديال اتحاد طنجه، عندنا بنيه تحتيه، وهذا الشيء كله ان شاء الله اللي غادي نستغلوه وغادي يكون عندنا فريق في مستوى ان شاء الله. تغيير جذري في الفريق ان شاء الله، تغيير افكار. المدينه كبرت كما قلت، لازم يكبر النادي معها كما كان في السابق. باش يكبر النادي لازم تكون المؤشرات تاع كبر حجم النادي، لاعبين، الزاد البشري، مدرب، مكتب صحيح وراء المدرب. للتذكير، فعبد الحق بن شيخة سبق له تدريب كل من فرق الدفاع الحسني الجديدي والرجاء البيضاوي. وبعد توقيع العقد بين المدرب ورئيس الفريق، تم تقديم مجموعة من اللاعبين الملتحقين بكتيبة الفريق كأسامة غريب وأحمد الرحماني وعبد العالي العبوبي.